واحنا بنتكلم من الكنيسة كده لازم نطلع على ايران. ايران لليوم الخامس على التوالي في مظاهرات في الشوارع بترفع شعار الموت للديكتاتور. المظاهرات ما بقتش في طهران بس، انتقلت الى 10 مدن ايرانية. امريكا والبيت الابيض مطلع بيان باللغة الفارسية اللي بيتحدث بها الايرانيون، بيقول لهم فيها نحن ندعم اختيارات الشعب الايراني. هل ستشهد ايران تغييرات دراماتيكية؟ الدولار مولع الدنيا في ايران، الدولار الواحد ب100,000 ريال ايراني. ايه اللي بيحصل؟ معايا على التليفون استاذ العلوم السياسية الاستاذ الدكتور طارق فهمي. مساء الفل دكتور طارق. مساء الخير، اهلا وسهلا استاذ محمد، اتفضل. ماذا يجري في ايران؟ هو زي ما حضرتك اشرت وتكرمت، المظاهرات بطبيعة الحال امتدت لعدة ايام. طبعا اتساع مساحتها في صورة كبيرة، لكن القضية لم تعد طهران والمحافظات المجاورة او مناطق التماس فيها، لكن هي بتمتد استاذ محمد لمناطق القوميات، ومناطق القوميات بما فيها المناطق الكردية. اعتقد انه ده متغير جديد يجب الانتباه اليه، لانه القضية لم تعد في المناطق التقليدية اللي شهدتها المظاهرات طوال الأشهر الأخيرة، لأن احنا بدأنا ندخل في مناطق القوميات المتعددة بما فيها عرب الأحواز. فبالتالي أنت تدخل الآن مساحة ربما هي التي ستؤثر على الأوضاع في إيران في الفترة المقبلة. صراع قومي حقيقي، لم تعد القضية مظاهرات، غلاء معيشة، أو الحديث عن يعني زيادة الأسعار أو غيرها. المظاهرات لو حضرتك بتعمل لها تحليل مضمون فتوقف أنها موجهة لتيار الإصلاحيين والأصوليين معا، يعني نعم. ليست مقصورة على تيار بعينه، والإشارات هنا تطول مرشد الثورة وتطول القيادات أيضا في التيار الأصولي. الظاهرة الخطيرة التي يجب التوقف أمامها هو دخول أيضا متغير الطلاب، يعني طلاب جامعة طهران دخلوا على الخط، وبالتالي فهناك اتساع كبير لخريطة الاحتجاجات، خريطة الاحتجاجات المجتمعية في دخلت فيها النساء أيضا بالضبط. فأنت بتتسع بصورة تشمل شرائح عديدة وشرائح مجتمعية وشرائح قومية، فبالتالي أنت اليوم أمام تحدي كبير. هل الأيام القادمة حبلى في إيران؟ بالتأكيد طبعا، إذا تمددت هذه الحالة العدم الاستقرار فستتحول هذه التظاهرات إلى حالة حراك شعبي حقيقي كامل. وإذا دخلت أيضا عديد من المدن الشيعية الأخرى، طبعا المظاهرات وصلت إلى مدن شيعية، مدينة خراسان رضوي اللي هي ثاني مدينة دينية بعد مدينة خمر اللي كانت مرقد الإمام علي بن موسى زي ما تعلم، نعم. طبعا دي مناطق شيعية متمركزة، فبالتالي المناطق الشيعية المتمركزة دي لو دخلت فيها حالة عدم الاستقرار واتسعت المدن الشيعية أيضا، فالقضية لم تعد بقى هتبقى مطالبة ب يعني مطالب مباشرة أو مطالب اقتصادية أو حديث عن وقف التدخلات في الإقليم أو غيرها، لكن هتبقى حالة حراك شعبي خطيرة ستؤثر على الأوضاع. لكن البيت الأبيض لسه موجه الدعوة لا تزال قائمة لقادة إيران يلتقوا بترامب. يعني شوف، الجانب الأمريكي أستاذ محمد بيعزف على عدة خيارات، ولديه في هذا عدة مداخل أو اقترابات للتعامل مع الحالة الإيرانية، أهمها طبعا ما أشرت إليه، يعني استمرار لغة الحوار والتعامل مع الرئيس الإيراني. لكن طبعا هناك تحفظات كثيرة على هذه الدعوة الاستجابة لها، أهمها في تقديري تدخل الحرس الثوري ووضع بعض الشروط المتعلقة بإمكانية استئناف أي اتصالات أو لقاءات مباشرة. وطبعا تكرار نموذج كوريا الشمالية هنا غير وارد بالمرة، يعني لو بترصد المواقف الإيرانية الداخلية هنا النموذج مختلف تماما. لكن بطبيعة الحال الجانب الأمريكي يميل بقوة إلى دعم الداخل والتحريض الداخلي الواضح قوي طبعا على الثورة على النظام الداخلي. تصريحات طبعا الداخل الأمريكي خصوصا في الكونغرس في اللجان المعنية بقضايا حقوق الإنسان وغيرها طبعا كلها بتركز حوالين دعم الحالة الإيرانية برغم الدعوة الرسمية للرئيس الأمريكي. دعنا نرى دكتور طارق فهمي قادم الأيام، لكن عايزكم تتابعوا الشأن الإيراني، شأن مهم. لو جرى هناك تغيير دراماتيكي الله أعلم المنطقة كلها هتبقى محل تغيير. بشكر أستاذنا الدكتور طارق فهمي خبير العلاقات الدولية وأستاذ العلوم السياسية المعروف، وأذهب إلى الدكتور